معاكم في فيديو جديد. حابب اعمل حاجه على السريع كده زي ما شايفين. ده الطقم بتاع النهارده يا جماعه اسمه النخروكر. ده الفري لاين بسبب ان شايش الميه فيه كتير. لو ورينهم ده يحفظ كده احنا شايفين يا جماعه يعني يا الخاش تبع الميه. يعتبر اول طقم معانا بعد ما نشوف حاجه ولا لا. على امل ان احنا ان شاء الله نعمل لكم احلى فيديو النهارده ونستفيد. شايف السن جايبها ازاي؟ ده يعتبر اول سمكه معانا اهي. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه سمكه الاشراف. احنا بندور على احجام اللي اكبر من كده. حابب اديكم نفس سريعه النوع ده يا جماعه. ده سمكه الاشراف. مسموح لك واحده بس في اليوم. جمع موسمين في السنه. الموسم دلوقتي مقفول بقاله اسبوع بس لسه صيده كان ممتع. يعني انت بتقدر تصطاده بس لازم ترجعه المايه تاني. ده لو موسم مفتوح فلازم كده ارجعه المايه لانه حجمه صغير. يا جماعة ده يعتبر من اشهر الاسماك هنا في فلوريدا واكثرهم صعب في الصيد. يعني انا ممكن ابين ان هو سهل بس هو صعب في الصيد. فانا دلوقتي زي بس كده بصوا لنا حاجه ثانيه. مبديلهمش فرصة ياكلوا الطعم ده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تاني واحدة اهي. احنا بندور على احجام اكبر من كده. ان شاء الله ربنا يكرمنا بالاكبر من كده. جو ده قد ايه يا جماعة؟ ده المفروض شوفوا يا جماعة ديت ماتت. اول ما بيهجموا عليها خلاص كده مش هيهجموا عليها تاني. عشان كده انا بغيرها فده ما بقاش لها لازمة. حط ده كده. ما شاء الله يا جماعه ده حجمه كويس. لازم ننزل له المايه تحت.
بسم الله ما شاء الله يا جماعه ده يعتبر اكبر واحد دلوقتي لحد دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله. انا متاكد ان الطعم اللي انا بشتغل فيه ده كويس. شايفين قد ايه؟ تعالوا نشوف الطول بتاعه قد ايه. شايفين يا جماعه ده لو الموسم شغال كان كنت بقدر احتفظ بيه. ده 28 بالظبط. شايفين ده 28. بسم الله ما شاء الله كتير يا جماعه. السمك ده كتير ممتع في الصيد, بيحارب كتير, عشان كده انا بحب اصطاده. وزي ما قلت لكم قبل كده ان ده يعتبر من اشهر الاسماك هنا في فلوريدا, وفي ناس كتيره بتيجي بتسافر بالساعات عشان بس تيجي تصطاد السمكه دي. انا باجي هنا بعلم الخمس ده بصطاد عشان انا معلم فيهم. بسم الله ما شاء الله. هو الموضوع بيبقى خبره يا جماعه والله. المايه ساعات بنصطاد في ساعات وما نطلعش اي حاجه, ف زي ما شايفين ده بسم الله ما شاء الله. يلا بقى احنا نصطاد خير, خليكم معانا. ده المشكله بقى اللي احنا بنواجهها الفتره دي, في حساس المايه ده صعب كتير في السيل, بس انا ما فيش حاجه بتمنعني طبعا عن السيل, شغال في اي حاجه. ده الطعم بتاعنا, يعني الطعم ده يعتبر اغلى الطعوم هنا, بس ليه يا غالي؟ السمك السنوك حتى لو مش جعان هيقتله. ليه؟ لان السمك ده بيعيش على البيض بتاع السنوك, بيشوفه في اي حته حتى لو مش جعان بيهجم عليه, عشان كده يعتبر من اغلى الطعوم هنا. ده يا جماعه 29 اكبر من الاولاني. بسم الله ما شاء الله جاب بط لسه ما كانش طالع. انا عامل ازاي تاني واحد اهو يا جماعه. النهارده يعتبر مكسر الصيد السنوك. بسم الله ما شاء الله, يعني نحاول نصطاد غير, خليكم معانا. شايفين ده بقى يا جماعه, المفروض ده يطلع وحش. هو كمان احنا طلعنا وحوش مش وحش بس النهارده. بسم الله ما شاء الله عاملنا مكسره. ما شاء الله اكبر واحده النهارده طلعناها 29 انش, 28 و24 وشويه صغار, وده بقى من ضمن الصغار كمان. تعالى هيرجع المايه كده, معرفش الشمس على مدى الغروب ممكن اصطاد واحد تاني ممكن لا. بسم الله ما شاء الله عملنا لكم احلى فيديو النهارده كده يا جماعه. بنكون انتهينا صيد النهارده. بسم الله ما شاء الله عملنا لكم احلى فيديو النهارده. اصطادنا بدل الوحش روش, مش متوقع ان اليوم هيبقى كده بسبب الحشائش اللي في البحر. يا جماعه في ناس كتيره طلبت مني ان انا اعمل سيت كاستنج فيديو. انا مستني والله البحر, بس اول ما المايه تبدا تسكت هبدا اعمل لكم الحاجات دي في الصيف ان شاء الله السنه دي. يعني يا رب الفيديو ده يكون عجبكم, ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو ده.